والله ولد حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزة اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهيه، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو ايه ما يصحش؟ اللي اكاده انا اول مرة اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ انا خايف عليكي، الناس هيقولوا ايه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك ايه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهارده، ايه رايك يا ست فريده؟ ما يصحش يا ست فريده. ايه ست فريده؟ ست فريده دي بقول لك ايه، انا اسمي فريده. مش حال ان احنا طول العمر جيران، وانت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. انا عامله جوز حمام، انما ايه بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه، انا ممكن اعمل مشكله مع ابوك، بس بقول الطيب احسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله ان اللي يقول عليه الناس تقول عليه امين، بس مش علي. انت ما تعرفيهوش، ده طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجه بتاعته، بس انا عشان خاطرك انت ساكتة، وقلت ننهي الحكاية دي ونحلها ودي. أنا بقول نتكلم الصبح. هو في إيه مالك؟ زي ما يكون في حاجة بتقرصك وانت قاعد. مش للدرجة دي. أيوة كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهلة حاجة. شوف، أنا مش زعلانة من الحج بيعمله، بس الحق حق. هو طلب وانا قلت لا. ما ينفعش، يبقى خلاص ولا ايه؟ انت صح. طيب انا عايزك تقول له اني فريده مش واقفه قصادك ولا بتعاندك، بس انا يعني زي ما انت شايف ست وحدانيه، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجه لنفسي، يعني زي ما بيقولوا كده، وليا محتاجة ليوقف جارها. معاك حق. إلا بالحق. أخبار نادية إيه؟ كويسة؟ هي مش ناوية تجيب لك عيل كده يملى عليكم البيت؟ ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلمه في الصبح. هتيجي تاني؟ آه هاجي. ولا تحب أجيلك أنا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. هتقعد ساكت كتير كده؟ عايز أنا أقول إيه؟ أي حاجة. قول لي حاجة، أي حاجة. على رأي العندليب، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة، أي حاجة. تعرف أنا أول مرة أحس إن أنا واحدة ست صح النهاردة. في إيه مالك؟ أصلا أنا بحب أعبر عن اللي جواي، ما بحبش أخبي حاجة أبدا. أنا عارفة إن الرجالة ساعات ما بتحبش كده، بس أنت عندي غير. أنت ملاكي الحارس اللي بقوله على كل حاجة من غير ما أفكر. قولي مبسوط؟ Thank you.
عايزة أتكلم معك. يا ترى فاضي ولا ما عندكش وقت؟ تعالي. قولي، أنا تحت أمرك. تحت أمري؟ لا، مش عايزك تبقى تحت أمري يا مروان. أنا عايزة منك حاجة واحدة بس، مش عايزة أخد ودي في اللي هطلبه. تفضلي. الأول عشان ما ننساش، مبروك. وتاني حاجة وما فيش فيها كلام، طلقني. فريدة ما يبقاش ليها ضرة، فريدة هي وبس. وأنا فريدة وفريدة يعني اسمي على مسمى يا مروان، مش هتنازل عنك دي. ولو أنت ما طلقتش أنا هخلع. تتجننتي؟ أيوة مجنونة. ما تعرفش جنان فريدة؟ أنا حبيتك على فكرة ولسه. بس أنا ما برضاش الوضع ده. أنت حر تتجوز زي ما أنت عايز يا ربي عشرة، بس ما تكونش على ذمتك. ما تخافش، الواد ولدك وأنت أبوه، وأنا هقوله إنك أحسن راجل في الدنيا دي كلها، واني ما فيش احسن منك. بس وانا بعيده يا مروان، بعيده. وزي ما قلت لك خلص الكلام. سلام. كلهم كده، كلهم كده. آخر حاجة بيعيطوا دموع التماسيح دي.